من غازي عنتاب مباشرة معنا شاهر سماق مراسل أورينت نيوز. أهلا بك شاهر، هل رشح أي شيء عن هذه الاجتماعات بين المسؤولين الأمريكيين والأتراك فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة؟ نعم وسام، حقيقة بدأت صباح اليوم الجولة الثانية من المباحثات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في مقر وزارة الدفاع بأنقرة، ويعني إلى الآن لم تخرج أي نتائج عن هذا الاجتماع، وخاصة مع يعني أخذ ورد بين الطرفين حول موضوع المنطقة الآمنة وعدم الخروج بأي نتائج إيجابية بشأن المباحثات الأولى التي جرت ما بين 22 و24 من تموز الماضي. التصريحات التركية إلى الآن لا تزال على ذات النسق وتتحدث بذات المسلمات التي هي من تطلعات تركيا بشأن عمق المنطقة الآمنة ومن سيدير هذه المنطقة وما هو مصير الوحدات الكردية الموجودة داخل هذه المنطقة. كان هناك تصريحات للمتحدث باسم الوزارة الخارجية التركية، قال بأنه لن نسمح لهذه المباحثات بأن تكون ذريعة للمماطلة بشأن المنطقة الآمنة، وفيما إذا كان هذا الأمر أو يعني موجود لدى الولايات المتحدة فإننا سنقيم المنطقة الآمنة لوحدنا، وإن تركيا تمتلك كافة المقومات لإنشاء هذه المنطقة شمال شرقي سوريا، شرقي نهر الفرات تحديدا. بالنسبة لي أيضا الطرف الآخر الولايات المتحدة، كان هناك تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، وهي يعني عبرت عن قلقها بشأن تحركات أحاديث الجانب قد تجري من قبل تركيا بشأن المنطقة الآمنة، وأبدت أيضا القلق بشأن وجود يعني قوات أمريكية في المنطقة وقلقها على القوات الأمريكية الموجودة شرقية الفرات، وتتطلع بشكل مستمر كما ذكرت لإجراء المباحثات مشتركة بين الطرفين وأن يكون التحرك مشترك في هذا السياق. الواضح أن الخلافات إلى الآن لا تزال موجودة، ربما في الساعات القليلة القادمة يعني أو ما سينتج عن هذا الاجتماع الثاني الذي يجري الآن في أنقرة سيحدد مصير هذه المنطقة، وخاصة يعني مع التحركات العسكرية المستمرة، يعني لن تشهد قدوم تعزيزات جديدة إلا أنه التحركات مستمرة، وخاصة بالقرب من ولاية شانلي أورفا وولاية ماردين المقابلتين لرأس العين وعين العرب في الجانب السوري، وهو من المتوقع يعني في حال بدأ العملية أن تبدأ بهاتين المنطقتين. هناك ربما يعني تصريحات ليست رسمية تتحدث عن أن العملية ستكون عبارة عن مراحل كما جرت العادة بشأن ريف حلب الشمالي، يعني معركة درع الفرات وغصن الزيتون في عفرين، وستبدأ يعني بداية عبارة عن جيوب في المناطق الحدودية كما ذكرت كرأس العين وعين العرب والمناطق القريبة من تل أبيض بريف محافظة الرقة، وهي يعني مناطق ذات أغلبية عربية تسكن في هذه المناطق. لذلك إلى الآن لا يوجد أي مستجدات بالنسبة للمباحثات بين تركيا والولايات المتحدة. من خلال متابعتك لهذا الموضوع وأنت في تركيا، ما مدى تقبل تركيا للفكرة الجديدة التي جاء بها الأمريكيون إلى أنقرة من أجل هذه الجولة من المحادثات، وهي وجود إدارة مشتركة أمريكية تركية في هذه المنطقة، خاصة وأن تركيا كانت تصر على إدارة هذه المنطقة بمفردها؟ نعم، يعني حدة التصريحات التركية تشير إلى أنها ترفض رفضا قاطعا هذا الأمر، لكن في السياسة يعني يقال أنه يطلب الكثير لتحصيل المكاسب يعني المنطقية في هذا الشأن، لذلك الولايات المتحدة تصر على أن على خلاف التصريحات التركية على موضوع إدارة هذه المنطقة وعمقها ومصير الوحدات الكردية، لكن بالنهاية سيكون هناك اتفاق بين الطرفين، فلا يعني لا يمكن التنبؤ في من خلال هذه التصريحات التركية أنها ستبقى مصرة على ذات التصريحات، وهي يعني سقف التطلعات التركية، لكن يعني بالنسبة للمفاوضات والمباحثات السياسية ربما يكون هناك يعني بعض النقاط التي سيتم الاتفاق عليها والتي لا تلبي التطلعات الكاملة بالنسبة لتركيا، وذلك بشأن يعني أو وذلك في سبيل تحقيق المصلحة الأكبر وهي البدء في عملية المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا. شكرا جزيلا لك شاهر سماق مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من غازي عنتاب، شكرا لك.